تلاقي متواصلين حتى للخمسة متاع العشية في ظل توقف نشاط البطولة. يبدو أنه كانت فما كيل خلاف أو خلاف مشكل خلاف بين هلال الشابة والجامعة التونسية، يبدو أن الخلاف هذا ماشي باش يتطوق وإلا لا؟ الإجابة كان اجتماع البارح بين رئيس هلال الشابة السيد توفيق المكاشر رئيس الجامعة التونسية السيد وديع الجريري. شنو أثر في الاجتماع هذا وشنو باش يصير في الأفق؟ الإجابة ما جينا في المباشر من عند السيد توفيق المكاشر رئيس هلال الشابة. سيد توفيق أهلا بك. اهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين في اس اف ام. دونك تاكد لي المعلومه، تلاقيت البارح مع السيد وديع الجري؟ صحيح، وقع الدعوه البارح، معناها سي وديع بعثنا دعوه ليا والاستاذ صابر بعطي نائب الرئيس، وتقابلنا في فيدراسيون مع سي وديع وسي امين موجو وسي نبيل. به شنو تم الاتفاق سي توفيق؟ احنا ما كانش فما اتفاق باش نتفقوا فيه، احنا سي وديع راه كونه الخلاف معناها التطور والجامعه يشوفها كوني هي معناها لازم تلم ليزيكيب الكل، وعيطوا لنا في تقارب شويه وجهه نظر باش ينقص شويه من الضغط ومن التونسيون موجوده بيننا وبين الرابطه وبين المكتب الجامعي. هذيك هي معناها احنا تقابلنا قبل يا دو ثلاث سيمان تقابلنا، والمره هذه كيف كيف جات دعوه باش من الاولوش الامور ومشاو الفيدراسيون، لان يعني الفيدراسيون محلول الناس الكل، ودعانا للشيء هذا واحنا مشينا قبلنا الدعوه مشينا قعدنا وهكا هو معناها قعدت امورك. اي تم تطويق الخلاف، نجم نقولوا ما عادش فما خلاف والا الامور مازالت ماهيش واضحه؟ ولا هو باش نقولوا نحن خلاف، هو احنا فما امور مش متفقين فيهم، معناها هما يراو حاجه من جهتهم احنا ما فماش خلاف، وكان فما خلاف كما تتصوروا انت في بالك انا ما نجمش نمشي للجامعه، وانا قلتها برشا مرات، قلت راه ما عنديش خلاف خاص انا مع سي وديع ولا ما غيره، انا ندافع على مصالح نتاع الجمعيه نتاعي، ندافع على الكلوب، ندافع على امورنا. اليوم لقينا عندنا بيان سور مظلمه نتاع خطايا تكلمنا عليها كما الناس الكل، فما امور نشوفوها احنا ما تعجبناش ماهوش ماشي تبدل راينا فيهم، يتبقى معناش ماناش قاعدين نساعدوا، باش نقول لك نكون واضح معاك ماناش قاعدين نساعدوا طبعا. باين عاودك سؤال بالكلمه اللي استعملتها انت، الامور اللي ما قلت ما كنتش متفقين فيها اتفقتوا فيها ولا ما صارش تطور ولا؟ لا ما نجموش اخي باش نتفقوا في جلسه، احنا فاش مش نتفقوا احنا معناش احنا بار اكزومبل اليوم عندنا خطايا اخي متفقين فيهم، احنا خطايا هذوما عندنا طعن فيهم بالاستئناف، داير غدر باش نطعنوا فيهم بالاستئناف، عندنا 7000 دينار مش تدفعهم لنا الجامعه، احنا باش ندفعوا اخي حتى الرابطه كي عملت لنا مجموعه من الخطايا ما عملتلناش قرار واحد، عملت لنا سبع قرارات باش احنا ندفعوا 7000 دينار، ومش ندفعوا 7000 دينار غدر للاستئناف ومستناو الملف نتاعنا، عندنا ملف قديم زاد ما تنساش فيه 40 ولا 45 الف دينار، وعندنا ملفات هذوما مش استناو الاستئناف ومش استناو لجنه الاستئناف باش تصدر قراراتها، وبعدين باش نشوفوا احنا اذا كان مشتاق في الامور هذه ولا مش تتواصل بتعون اخرى الله اعلم. ما هذا هو معناها احنا حضرنا مثلا الاستئناف نتاعنا مظلمين المكتب الجامعي، ما عندناش مشكله مع الهيكل الرياضيه قلتها برشا مرات، فما كل حد يشوف الامور معناها بطريقته الخاصه كهو، ما فماش حاجه اخرى معناتها ما اكثر من هكا ما ثمش معناتها. الديسيزيون نتاع الاستئناف ينجم يكون نقطه مفصليه في انه الامور تكبر والا يزيد كل شيء معناتها وتتساوى الامور؟ الاستئناف هو معناها باش يمكن مش ترفع مظلمه، معناها شنو الخلاف اذا كان احنا ما ثمش خلاف، احنا اربع سنوات معناها قاعدين في الكوره اخي، سمعتنا ان ثاني مره انا داخل معك في الراديو وما ندخلوش احنا في الامور، اربع سنوات نخدم روحنا ما عندناش مشكل، نهار اللي نحسوا كونه حد مش يتعدى علينا الخلاف موجود قايم، نهار اللي احنا ما عندناش خلاف ما عندناش قلق وما عندناش كون يتعدى على الايكيب نتاعنا ما عندناش، انا ما عنديش مصالح اخرى، لا عندي لا مصالح سياسيه ولا حتى شيء، انا عندي مصلحه نتاع فريق ما نحبش حد يتعدى عليا، انا الكره ماخذها للكيف وماخذها معي للشابه ومشتاق معي للشابه كما صرحت به. اليوم حسينا روحنا تظلمنا في 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 مقابله ما وقعدت الامور تتصاعد، المكتب الجامعي راه مصالح كونه الامور لازم تهدى شويه، وهذاك هو تجي تشوف هذاك هو الصحيح خاطر لازم تهدى من جهتي، احنا مشينا لبينا الدعوه قعدنا ما ننساوش كونه قعدنا احنا شهر متالي وما تفاهمناش، هذاك هو ما نعرفوش اليوم باش نقول لك غدوه كاش يصير والبعض غدوه كاش يصير، لا سي ودي نجم يقول لك الكلام هذا، ما احنا راهو باش نكونوا واضحين، لا تو ما بتعرف احنا تاويلات هذايا مشاو احنا لا عندنا لا بيت طاعه ولا عندنا بيت الجيران. اي خط قال الكلام هذا، قلت دخلتوا بيت الطاعه. نعم قلت لك خاطر تقال الكلام هذا. ايه احنا لا دخلنا لا البيت الطاعة ولا البيت الجيران، احنا ما دخلنا حتى احنا رانا الكورة المبدأ نتاعنا كيما بدينا فيها عند أربع سنوات ولا خمس سنوات كيما مشتوفة نهار نخرج منه. أنا الحاجة اللي راها مش مريقلة راني نقول عليها مش مريقلة أو توا، لا نقولها تحت الطاولة ولا نقولها بالسرقة ولا نحكيها دوبل لونجاج أنا ما عنديش.
من امس ومن اليوم وغدوي كان ما عنديش الدوبل لانجاج. انا الشايره مش موافقه لي نقول مش موافقه لي. انا البارح سي وديع قلت له الستاج نتاع المستير راني مانيش موافقه لي وراهم يجي الستاج نتاع المستير كيكه قلت له فما جمعيه مشاو الغادي ويكلموني في التليفون يقولوا مش موافقين عليه الستاج وسي با لي كونديسيون وسي با سا يقولوا لي انا مي مانيش يقولوا في دارتي انا نقول علاش مش موافق عليه انت استوفيق خاطر مش معقول باش تمشي جمعيه الكل في نفس اوتيل معناها اللي هو مولاه معناها رئيس جمعيه معناها ولات مسحه خاصه انا فات سونس صحيح بتاتر هو اقل من المرادي مي فما جمعيات راهي مريزرفيه في المرادي وبطلت البارح وقت البارح باش تمشي للستاج هذاك انت اليوم باش تحط خدام سبعه ثمانيه تسعه جمعيات في نفس الاوتيل معقول اخي المستير عمرنا سمعنا احنا دي ستاج في المستير معناها سبعه ثمانيه جماعيات حتى الاستاد ما عندهمش هم يتعرفوا تبع الاستاد المستير شكون باش يلعب العشاء ليسبيرونس كانت برامج ستاج المستير موجودين غادي يقول لك شنو هي لي كونديسيون اللي قاعدين موجودين فيه هذا عنده علاقه بخلافك مع السيد احمد البلي انت مش تخلص كجامعه ستاج اعطيهم فلوس خليهم يمشي يعمل ستاج وين ما يحب هذا عنده علاقه بخلافك مع السيد احمد البلي لا 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 خلافنا مش خلاف يا احمد البلي هذاك راهو ديكلاري ما عندناش فيه مشكله هو اللي بدات احمد البلي لانه عنده مصلحه لانه هو رئيس الجمعيه خاطر جات معاه الحكايه هذيا يعني شكون يمشي لوتيل الحبيب تو بكل صدق كل صدق معناتها لوتيل الحبيب كان موجود الكونفينمون مسكر اليوم باش تلقى فيه سات ولا ويت ايكيب كل تحطهم مع بعضهم فما ريسك انا راه فما ريسك انا بيرسونيلمون راه فما ريسك انا ما بعتش الفريق بتاعي غادي مش بلاش لو كان يزيدوني عليه الفلوس باهي سي توفيق مش اول اجتماع هذا مع السيد وديع الجري كنت قابلته تقريبا منذ اسابيع في نفس الاطار شنو اللي تبدل بارابور الاجتماع الاول والاجتماع هذا؟ والله ما تبدل حتى شيء راهو الاجتماع الاول والاجتماع هذا وفا في كان في الحريه وفي كان في الاحترام ولا عنده كل حد حاجه قال وتعرف علاقة سي صابر بعطيب سي وديع منها علاقة طيبة وهما ديما سي صابر ديما يحب يهدي الأجواء وإحنا ما وأنا قلتها في عديد المناسبات ونعاودها للمرة الألف راني ما عنديش مشكلة خاصة بالعكس يمكن نهار نخرج من الكرة يولي وديع صاحبي أكثر من الناس الكل مي واليوم علاقة رئيس الجامعة راه مع رئيس الجمعية لازم تكون علاقة طيبة ماهوش سرقة باش رئيس الجامعة باش يعرف رئيس الجامعة جامعة ولا باش يخرجوا مع بعضهم ولا باش يتقابلوا لا إحنا نقابلوا في مكتب الجامعة مشينا مسويت الدعوة نتاع سي وديع قابلناه احكينا اعطينا شنو هو وجهه النظر نتاعنا شنو نشوفوا شنو هو شنو الخلاف ما فماش حاجه كبيره في الخلاف كي تشوفوا كله ما عندناش حاجه كبيره ما نقبلوش حد يظلمنا حسينا احنا اليوم تظلمنا وليفيريتي احنا تظلمنا معناها عمرها ما صارت في تاريخ كره القدم التونسيه ايكيب تتعاقب بالطريقه هذيك معناها اون فو با اتر فيزي هذا هو مش معناها اللي طلبنا لا عندنا ديزافونتاج لا عندنا اللي طلبنا نهار من الجامعه باش تخلص لنا شيكات طلبنا نهار من الجامعه باش تعطينا فلوس هوني كان بلع ب 12 مليار ولا 13 مليار مع الجمعيات ما طلبنا منهم حتى سيرفيس احنا وما ناش مش نطلبوا منهم لليوم او الغدوه او بعد غدوه حتى سيرفيس جمعيه مريقله معوله على روحها وهو بالعكس الجامعه لو كان جات عند الجمعيات كل كيما هكا راهي مرتاحه وراهو مفرحين القضية اللي رفعتوها للمطالبة بالحسابات المالية للجامعة خسرت القضية باش تستينفو والله احنا مازلنا ما خديناش الحكم معناتها تطور لدات دوجوردوي النسخة القانونية نتاع الواحد مازلنا ما خديناهاش مازلنا ما جلسناش ما شفناش باش نشوفوا الساعة علاش الحكم هذا خاطر انا ما تنساش عندي سي نور الدين الجربي اللي هو معناها المحامي نتاعنا وسي صابر بعطيب والاستاذ معنا محمد اللي هو الكاتب العام باش نعملوا جلسة بطبيعة الحال وباش نشوفوا امورنا نحن ما هذا هو شنو اللي صار هذا رجع فيها اليوم القضاء رجع فيها تو نشوفوا شنو هي الاسباب وتو نشوفوا كومون سوا تباسي واضح شكرا لك يعطيك الصحه سي توفيق على كل هذه التفاصيل يعيشك بارك الله فيك مشكور ميرسي دونك مازلنا مواصلين في فاير بلاي حتى للخمسه موزيكا وبعد راجعين